بكم في نشرة الظهيرة. أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس تعليماته السامية لإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدة غذائية عن طريق البر لفائدة السكان الفلسطينيين في غزة ومدينة القدس الشريف. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذه المساعدة التي تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك تأتي للتخفيف من معاناة السكان الفلسطينيين لا سيما الفئات الأكثر هشاشة. وهكذا فإن المساعدة التي أمر بها جلالة الملك نصره الله لسكان غزة تتكون من أزيد من 40 طنا من المواد الغذائية بما فيها المواد الغذائية الأساسية. وأبرز المصدر ذاته أنه بالإضافة إلى المساعدة المؤسساتية التي سيتم تقديمها على الخصوص عبر مؤسسة محمد الخامس للتضامن، فقد تفضل جلالة الملك نصره الله بالتكفل من مال جلالته الخاص بجزء كبير من المساعدة المقدمة لا سيما تلك الموجهة للرضع والأطفال الصغار. وأضاف أنه منذ اندلاع العمليات المسلحة منذ أكثر من 5 أشهر يعد المغرب أول بلد يقوم بنقل مساعدته الإنسانية عبر هذا الطريق البري غير المسبوق وإيصالها مباشرة إلى السكان المستفيدين. من جهة أخرى، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تعليماته السامية لوكالة بيت مال القدس لتقديم مساعدة غذائية لسكان هذه المدينة المقدسة والتي تشمل توزيع 2000 سلة غذائية تستفيد منها 2000 أسرة مقدسية وتقديم 1000 وجبة يوميا لفائدة الفلسطينيين بالمدينة. وتشمل المساعدة أيضا إقامة غرفة لتنسيق الطوارئ بمستشفى القدس. وخلص البلاغ إلى أن هذه العملية الإنسانية الكبرى لفائدة السكان الفلسطينيين تأتي لتأكيد الالتزام الفعلي والاهتمام الدائم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس بالقضية الفلسطينية. ونذكر ببلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حيث ذكر البلاغ أن أعطى جلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس تعليماته السامية لإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدة غذائية عن طريق البر لفائدة السكان الفلسطينيين في غزة ومدينة القدس الشريف. وذكر البلاغ أن هذه المساعدة التي تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك تأتي للتخفيف من معاناة السكان الفلسطينيين لا سيما الفئات الأكثر هشاشة. وهكذا فإن المساعدة التي أمر بها جلالة الملك نصره الله لسكان غزة تتكون من أزيد من 40 طنا من المواد الغذائية بما فيها المواد الغذائية الأساسية. وأبرز المصدر ذاته أنه بالإضافة إلى المساعدة المؤسساتية التي سيتم تقديمها على الخصوص عبر مؤسسة محمد الخامس للتضامن، فقد تفضل جلالة الملك نصره الله بالتكفل من مال جلالته الخاص بجزء كبير من المساعدة المقدمة لا سيما تلك الموجهة للرضع والأطفال الصغار. وأضاف أنه منذ اندلاع العمليات المسلحة منذ أكثر من 5 أشهر يعد المغرب أول بلد يقوم بنقل مساعدته الإنسانية عبر هذا الطريق البري غير المسبوق وإيصالها مباشرة إلى السكان المستفيدين.
ومن جهة أخرى أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تعليماته السامية لوكالة بيتما للقدس لتقديم مساعدة غذائية لسكان هذه المدينة المقدسة، والتي تشمل توزيع 2000 سلة غذائية تستفيد منها 2000 أسرة مقدسية، وتقديم 1000 وجبة يوميا لفائدة الفلسطينيين بالمدينة. وتشمل المساعدة أيضا إقامة غرفة لتنسيق الطوارئ بمستشفى القدس. وخلص البلاغ إلى أن هذه العملية الإنسانية الكبرى لفائدة السكان الفلسطينيين تأتي لتأكيد الالتزام الفعلي والاهتمام الدائم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس بالقضية الفلسطينية. إذن هو جسر تواصلي وتضامني بتعليمات ملكية سامية يعكس حرص جلالة الملك نصره الله رئيس لجنة القدس الموصول لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته. قيس محسن. يوصل المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس جهوده الحثيثة والراسخة والمتجددة من أجل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة والثابتة. هو عمل وزخم متواصل ودؤوب من أجل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. إحدى مظهراته هذه الطائرات العسكرية التي تحمل مساعدات إنسانية عاجلة إلى الفلسطينيين من أجل التخفيف من معاناتهم التي يعيشونها جراء الحرب الدائرة في فلسطين. هو عمل تحت قيادة جلالة الملك رئيس لجنة القدس يحاول من خلاله التخفيف من هذه المعاناة والوقوف إلى جانب الفلسطينيين. فلطالما كان المغرب وسيظل ولا زال وفيا لهذه القضية العادلة التي اعتبرها قضية وطنية أولى بالنسبة له. هو عمل وزخم ستشرف عليه مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي عملت على توفير كل الوسائل من أجل إنجاح هذه العملية هنا من المغرب في اتجاه فلسطين. هو جسر جوي إذن سيحمل هذه المساعدات الإنسانية من أجل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. بالقاعدة الجوية الثالثة بمدينة القنيطرة 4 طائرات تم تحميلها بمواد غذائية ومساعدات إنسانية عاجلة إلى الشعب الفلسطيني. عناية مولوية سامية عنوانها التضامن المستمر والمتواصل مع الفلسطينيين هي إحدى صور الدعم الموصول ولا محدود لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس مع أبناء الشعب الفلسطيني خلال هذه الفترة العصيبة التي تعرف شحا في الإمدادات. مساعدات تستهدف على وجه الخصوص الأمهات والأطفال وكبار السن، وتأتي لتؤكد على الدور المحوري للجنة القدس في تقديم المساندة اللازمة للفلسطينيين على الدوام. ومن مدينة القنيطرة كانت الانطلاقة في اتجاه الأراضي الفلسطينية عبر جسر جوي يترجم الإرادة الملكية المترسخة والانخراط الجدية والصادقة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله نصرة للقضية الفلسطينية العادلة. عملية نوعية كما وكيفا بدلالات عميقة، خصوصا وأنها تتزامن وشهر رمضان الكريم.
وبعد رحلة دامت زواء 8 ساعات وصلت الطائرات العسكرية وعلى متنها 46 طنا من المساعدات الإنسانية الموجهة للفلسطينيين، لتباشر بعدها عملية تفريغ حمولتها قبل أن توجه مباشرة للأراضي الفلسطينية. المغرب كان وسيظل دائما إلى جانب الفلسطينيين مهما كانت الظروف، فهو ذلك المدافع والمفاوض والداعم والمساند لكفاح الشعب الفلسطيني. وهذه المساعدات دليل آخر وليس أخير على جهوده الحثيثة واللامتناهية لإنهاء هذا الصراع، خصوصا وأن الوضع الإنساني في المنطقة أصبح لا يطاق. مساعدات من المنتظر أن تصل إلى قطاع غزة عن طريق البر بواسطة شاحنات من شأنها تخفيف المعاناة عن ساكنة القطاع، في مبادرة تعد الأولى من نوعها منذ انطلاق الأزمة بين حماس وإسرائيل. دعم موصول يوليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس للقضية الفلسطينية، وإشراف ملكي على تقديم الدعم الإنساني لفائدة السكان الفلسطينيين في مختلف الأزمات والمحن التي يمرون منها. خديجة الجمالي ويوسف مزياني. فلسطين قضية محورية، انشغال جوهري دائم الحضور بالمغرب، فعلى مر السنين شكلت القضية الفلسطينية إحدى ثوابت السياسة الخارجية للمملكة والعمل السياسي والدبلوماسي والإنساني للمغرب بتوجيه وقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس، ومواكبة مغربية متيقظة لتطورات الأوضاع بقطاع غزة تؤطرها حكمة ملكية سامية والتزام دائم وتحرك ميداني إنساني عاجل هو امتداد لتقليد تضامني طويل الأمد مع فلسطين لا مشروط غير قابل للمزايدة. مساعدات إنسانية مغربية تنقل برا إلى غزة تشق طريقها مباشرة إلى القطاع لتقطع مع المنع الذي ظل سائدا، حيث كانت المساعدات الإنسانية توزع بشكل غير مباشر عن طريق مرورها من معبر رفح عبر مصر أو جوا عبر إسقاطها من الطائرات في ظروف غير آمنة وفي مشهد لا يليق بإنسانية ساكنة القطاع. مسار جديد، منفذ جديد يفتحه المغرب دون سواه في وقت عجزت فيه مختلف القوى الدولية عن إيجاد مسلك لعبور المساعدات صوب الساكنة المتضررة بقطاع غزة، عبور استثنائي لمساعدات إنسانية موصولة في تاريخ العلاقات المغربية الفلسطينية، وممر آمن للدعم المغربي جاء بفضل الثقة التي يحظى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ومكان كقائد مدافع عن السلام بتبصر وحكمة. فعديدة هي المحطات التي كان فيها الدعم المغربي سباقا لنجدة قطاع غزة بإشراف شخصي من جلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس وبفضل توجيهاته السامية، حيث تمكنت المملكة من إرسال كميات هامة من المساعدات الإنسانية العاجلة من مستلزمات غذائية وطبية وأخرى. تولت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة القدس تسليمها للمؤسسات الاستشفائية والاجتماعية الرئيسية المعنية بحالات الطوارئ الصحية والاجتماعية الناجمة عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وسبقتها محطات أخرى من المساعدات خلال السنوات الماضية سواء عبر إرسال المساعدات الإنسانية أو من خلال الحضور الميداني، كما في سنة 2018 عبر إقامة المستشفى الميداني العسكري في قطاع غزة. وعلى مستوى التحركات السياسية والدبلوماسية لم تدخر المملكة جهدا في سبيل خدمة القضية الفلسطينية. المغرب أكد وبرهن على أن العلاقات المغربية الإسرائيلية هي في خدمة السلام ودفاعا عن المصالح الفلسطينية، وإشادة عربية ودولية بأدوار لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف للخدمات التي تسديها في سبيل حماية القدس الشريف ودعم صمود أهلها من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع ذات الأثر الإيجابي الملموس على المستوى التنموي والاجتماعي والثقافي.
قولا وفعلا، موقف مغربي واضح، إنصات دائم لنبض فلسطين، ودفاع صامد رصين عن قضيتها، رسائل دعم مغربي يترجمها حضور ميداني وتحرك وازن على الساحة الدولية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس. ولنا عودة باستفاضة لهذا الموضوع في نشراتنا المقبلة الإخبارية، ونواصل. وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس منشور تفعيل عرض المغرب من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي يعد عرضا عمليا وتحفيزيا يشمل مجموعة سلسلة القيمة للقطاع ويتماشى مع احتياجات المستثمرين، بهدف جعل المملكة فاعلا تنافسيا في هذا القطاع ذي الآفاق الواعدة. الهيدروجين الأخضر مجال يعج بالفرص الاقتصادية ذات الأثر المستدام. وفق رؤية ملكية متبصرة، تزايد اهتمام المملكة بمشاريع إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر كمحفز رئيسي للانتقال الطاقي ونقطة تحول للاقتصاد المغربي في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية. سميرة أصبان. الهيدروجين الأخضر طاقة المستقبل والبديل المستدام، يراهن عليها المغرب لبلوغ الريادة في مجال الطاقات المتجددة. الهيدروجين الذي يمكن إنتاجه مثلاً من الغاز الطبيعي يتحول إلى وقود أخضر عندما تنفصل جزيئات الهيدروجين عن الماء باستخدام كهرباء مستمدة من مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. المغرب وضع عرضاً طموحاً لتطوير إنتاج هذه الطاقة المستدامة. في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش المجيد، دعا جلالة الملك محمد السادس نصره الله الحكومة إلى الإسراع في تنزيل مشروع عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر. وفي هذا الصدد أطلقنا مشروع الاستثمار الأخضر للمكتب الشريف للفوسفات، وقمنا بتسريع مسار قطاع الطاقات المتجددة. وإثر الاجتماع الذي ترأسناه في هذا الشأن، عدت الحكومة مشروع عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر، وإننا ندعوها للإسراع بتنزيله بالجودة اللازمة وبما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين في هذا المجال الواعد. إمكانيات واعدة تتمتع بها المملكة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته كالأمونياك الأخضر والميثانول الأخضر. نتحدث بالأساس عن مخزونات الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، ما سيسمح بإنتاج كهرباء نظيفة وبالتالي تأمين الهيدروجين الأخضر بطريقة صديقة للبيئة. المغرب اليوم هو يعتبر يعني من الدول الرائدة في المستقبل فيما يخص الهيدروجين الأخضر، وكذلك بالنسبة للطاقات المتجددة، وخاصة هذه المادة التي تعنى اليوم بالتطورات في البحث العلمي وكذلك التطورات المرتبطة بالمجالات الاقتصادية، وخاصة قطاع السيارات وقطاع الطائرات، اللي أظن بأن الهيدروجين الأخضر سيكون البديل الحتمي بالنسبة للطاقات الأحفورية. وهذا كذلك يأتي عقب التحولات الاستراتيجية التي تعرفها ويعرفها الشركاء الاقتصاديين، خاصة أوروبا، التي وضعت في مستقبلها القريب، يعني تقريبا من بعد سنة 2040 يكون هناك تحول طاقي ثام بالنسبة لأوروبا فيما يخص الطاقات التي تستعمل سواء في الإنتاج أو كذلك في التنقلات. صناعة الأسمدة التي يحقق فيها المغرب الريادة واحه نحو اعتماد الهيدروجين الأخضر ضمن البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد للمجمع الشريف للفوسفات 2023-2027، حدد طموح تحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2040 من خلال الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والأمونياك الأخضر، رهان على إنتاج حوالي 1,000,000 طن من الأمونياك الأخضر في عام 2027، ما سيتيح ولوج سوق الأسمدة الخضراء.
يعتبر الهيدروجين الأخضر هو خيار استراتيجي لما له من أبعاد تتجلى أساسا في البعد الجيوستراتيجي، ألا وهو ربط وسيادة طاقية بالنسبة للمغرب واعتماد على الهيدروجين الأخضر، وبالتالي الاستثمارات التي يقوم بها المغرب ألا وهي أكثر من 200 مليار درهم، كذلك من توفير فرص للشغل وعلى مستوى البيئي، كذلك هو الحد من انبعاثات غاز الكربون والحياد الكربوني، وبالتالي تماشيا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية في خصوص التنمية المستدامة. أول سيارة مغربية تعمل بالهيدروجين الأخضر طورتها كفاءة شابة مغربية، مؤشر على توجه المغربي لاستثمار هذه الطاقة النظيفة في قطاع النقل أيضا. تسعى المملكة اليوم إلى إنتاج حوالي 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول سنة 2030. ولمزيد من المعطيات حول الموضوع تنضم إلي في بلاتو الأخبار السيدة الوزيرة ليلى بن علي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. مرحبا بك سيدة الوزيرة. إذن أبدأ معك بمراحل إعداد وتنزيل هذا الورش الملكي. شكرا سكينة إدريسي للاستضافة. المرحلة الأولى اللي كانت في هذا الورش العظيم هو أولا جلسة العمل ديال 22 نوفمبر 2022 اللي كانت رأسها صاحب الجلالة الله ينصره، وعطى التوجيهات ديالو السامية بأولا تسريع وتسريع وتسريع تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقات المتجددة، تسريع للاستثمارات في البنية التحتية اللي محتاجة الطاقات المتجددة، وأيضا تقليص كلفة الطاقة، وأيضا تموقع في هذا الاقتصاد الجديد، توقع بشكل فعال بالجودة اللازمة في هذا الاقتصاد الجديد والجودة طبعا ديال هذا. فلذلك بلورنا العرض ديال المغرب باش يشمل اولا الاطار التنظيمي، الاطار المؤسساتي، المخطط، واحد المخطط شفاف ديال تخطيط ديال البنيات التحتيه اللي كتلتزم، وايضا كيف ما تكلمتوا في الروبورتاج ديالكم البرنامج الاستثماري ديال اللي كان تقدم اسبوعين من بعد هذه الجلسه في ديسمبر 2022 ديال المجمع الشريف للفوسفات، اللي غيكون اللي طبعا غادي يكون فيه الاستثمار في سوق الاسمده الخضراء، ولكن ايضا وهذا جد نقطه جد مهمه الاستثمار في الطاقات، في الطاقه الخضراء وتحليه المياه البحر اللي كتجي من الطاقه الخضراء ايضا. فهذا الشيء كيتوج اكثر من 15 سنه ديال التجربه المغربيه في تطوير الطاقات المتجدده منذ الاستراتيجيه الطاقيه 2009، واكثر من 32 سنه ديال التجربه المغربيه في استقطاب القطاع الخاص في ميدان الطاقه. طيب كيف سيساهم هذا الورش في تسريع الانتقال الطاقي وضمان الامن الطاقي للمملكه سيد الوزير؟ اولا من اشتغلنا في هذا العرض ديال المغرب اشتغلنا بدقه حول مجموعه من الاليات ديال التحفيز طبعا وتوزيع المخاطر ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. فالمساهمه ديال هذا الورش هو اولا دفعه نوعيه وكميه في الاستثمارات في الطاقه والاستثمارات في البنيه التحتيه والشبكه. كيف ما كتعرفوا المملكة المغربية محتاجة اليوم إلى مضاعفة الاستثمارات في الطاقات المتجددة في السنة 3 مرات وابتداء من 2023، فما قدرش نتسناو حتى 2030 باش نبداو هذه الاستثمارات، ومضاعفة الاستثمارات في الشبكة الكهربائية 5 مرات في السنة ابتداء من 2023. فهاد المشروع ديال الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر غادي يساعد في الدفعة، هذه الدفعة ديال الاستثمارات وتخطيط المحكم للبنية التحتية الطاقية. الدفعة الثانية اللي غيعطينا هو الإصلاح، دفعة في الإصلاح المؤسساتي والتنظيمي. طبعا شركة مازن هي واحد الشركة حكومية اللي غتشتغل معنا وغتكون هي اللي غتستعمل كمحفز لهاد المواكبة المستثمرين، ولكن هذه أيضا مرحلة باش نشتغلوا في الإصلاح المؤسساتي والتنظيمي ديال هذا القطاع اللي عرف بعض التعثرات في السنوات الماضية. فلذلك حنا بغينا نشتغلوا على التحول وهذه الإصلاحات اللي كانت خاصة تدار في ميدان الطاقة. وطبعا الدفعة الثالثة اللي غتعطى هي في التنمية المحلية ديال كل مناطق، 4 مناطق اللي غتكون فيها الاستثمارات ديال الهيدروجين الأخضر، وأكثر من إن شاء الله 400,000 فرص شغل في أفق 2050 اللي غتعطى في هذا المجال. شكرا لك السيدة الوزيرة ليلى بن علي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، شكرا لكل هذه المعطيات ولحضورك معنا في بلاتو الأخبار. شكرا لكم. شكرا.
إذن مشاهدينا، اليوم هو أول أيام رمضان بالمملكة، وبين العمل والتبضع في الأسواق أمضى البيضاويون يومهم. وخلال هذا الشهر الكريم قيم التضامن والتأخي تجمع كل المغاربة. صورة لأجواء اليوم الأول من رمضان من الدار البيضاء في ريبورتاج أمين هنوي وسوفيا الإبراهيمي. اليوم الأول من شهر رمضان الكريم يتميز بأجواء خاصة بالعاصمة الاقتصادية، حيث يكثر الإقبال على الأسواق من أجل التبضع وإعداد المائدة الرمضانية وأيضا صلة الأهل والأحباب. اليوم الأول يتميز أيضا بتغير العادات الاستهلاكية لدى بعض المواطنين، وهو أيضا مناسبة لإبراز قيم الصبر والتآخي وصلة الرحم. هذا الشهر المغفرة والشهر شهر تقرب لله سبحانه وتعالى، نحاولوا نضبطوا النفس ديالنا، نحاولوا ما نكونوش كنفاعلوا دغيا، نحاولوا ناخذوا واحد النظام صحي اللي يخلينا نضبطوا الضغط السكري ديالنا ونكونوا في واحد صحة جيدة. رمضان المبارك كيكون فرصة للناس اللي كتكون كتدخن انها تقلع على التدخين، اللي كتكون عنده عادة سيئة كتبدل هذه العادات هذه، فهو شهر المغفرة والرحمن هو مناسبة كذلك، لأنك تجمع طاولة ديال مائدة الرحمن بين الأسرة والعائلة، وكيكون واحد تجمل عائلي. ما بين العمل والتبضع بالأسواق يمضي البيضاويون يومهم الأول خلال هذا الشهر الفضيل، حيث تبرز قيم التآخي والتآزر بين جميع المواطنين. لا في نورمال، كدوزو في الخدمه موراها كتخرج، الا كنتي غادي تمشي تاخذي حاجه تقداها كتقداها، ابخي كترجع للدار. النهار الاول كيكون شويه صعيب سورتو بارابور لي فومور، بارابور لي جون اللي عندهم ديزابيتود بحال شكل ديال دي ستيمولون قهوه كحله ايطو. مي الحمد لله رمضان سي الشهر ديال التسامح، ديال التعايش، ديال الصبر. شهر رمضان شهر المغفرة والبركة، وشهر التآخي والتضامن، شهر تبرز فيه القيم الحقة بين المواطنين وبمختلف جهات المملكة. إلى هولندا، حيث وصل أعضاء البعثة التي ستقوم بالتأطير الديني لأفراد الجالية خلال شهر رمضان المبارك. البعثة مكونة من 56 من الأئمة والقراء والوعاظ. عبد المجيد حلاوي والحسن الوالي. هذا الوفد الديني المغربي المبعوث إلى هولندا هو نتاج العطف الأبوي الكريم الذي يخص به أمير المؤمنين وسبط الرسول الكريم جلالة الملك محمد السادس نصره الله أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. فما أحوج الجالية إلى العلماء في هذه الأيام المباركة حاملين رسالة الاعتدال والتسامح والوسطية. البعثة لها دور كبير يعني في صفوف المغاربة، لأنها تربطهم بوطنهم الأم، وأيضا ما تتسم به بلادنا من المنهج الوسطي المعتدل، أو من النموذج نموذج التدين المغربي الذي غدا يعني قدوة لجهات شتى. هذا التواصل يعني يشمل جميع مناحي الحياة، هو تواصل في الأمور الدينية والأمور الاجتماعية، ودائما يعني نحاول تقريبا ما يسير عليهم الحياة بمنطقة تيسير، ودائما تحت لواء التسامح والتعايش. وهذا كله يعني تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي عناية كبيرة وفائقة بأبناء الجالية المقيمة بالخارج، وكذلك حتى يبقى أبناء الجالية على ارتباط وطيد ومتصل بثقافات وعادات وقيم ومبادئ بلدهم الحبيب، التي يعني توسم وعرفت بالتسامح والوسطية والاعتدال. 56 هو عدد أفراد البعثة الدينية بهولندا. اشترك في التئامها كل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج. وجديد أحوال الطقس نتابعه مع ليلى أغبال في النشرة اليومية للأرصاد الجوية. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في النشرة الجوية.
يتوقع بحول الله بالمنطقة الشرقية للبلاد أن تكون السماء قليلة السحب إلى صافية. درجات الحرارة ستعادل 19 درجة بفيكيك، 24 درجة ببوعرفة، 22 درجة بالسعيدية وكذلك بمليليا، 19 درجة بمدينة الحسيمة وكذلك بتازة. بمنطقة البوغاز سماء قليلة السحب، درجات الحرارة ستعادل 17 درجة بمدينة طنجة. بالسواحل الأطلسية الشمالية سيكون الطقس عموما مستقر ودرجات الحرارة ستعادل 20 درجة بالقنيطرة، 22 درجة بالرباط وبالدار البيضاء و25 درجة بالجديدة. هذا مع سماء قليلة السحب إلى نسبيا غائمة بمنطقة الأطلس ودرجات الحرارة ستعادل 25 درجة بأرفوت، 22 درجة بالراشدية، 27 درجة بالتنغير، 26 درجة بزبورة، 27 درجة بمدينة ورزات و25 درجة بمراكش. بالسواحل الأطلسية الوسطى للبلاد يتوقع أن يكون عموما الطقس مستقر مع سماء قليلة السحب، درجات الحرارة ستعادل 29 درجة بأسفي، 23 درجة بمدينة أكادير و 26 درجة بطنطان. في اتجاهنا لأقصى الأقاليم الجنوبية للبلاد يتوقع أن تكون السماء قليلة السحب إلى صافية ودرجات الحرارة ستعادل 24 درجة ببيرنزران، 31 درجة بأوسرد وكذلك بمدينة الدخلة، وبالقويرة ستسجل بحول الله 26 درجة. شكرا لتابع المتابعة وعودة إلى بلاطو الأخبار. ونذكر مشاهدينا بنص بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ذكر بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذه المساعدة التي أمر بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله والتي تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك تأتي للتخفيف من معاناة السكان الفلسطينيين لا سيما الفئات الأكثر هشاشة. وهكذا فإن المساعدة التي أمر بها جلالة الملك لسكان غزة تتكون من أزيد من 40 طنا من المواد الغذائية بما فيها المواد الغذائية الأساسية. وأبرز المصدر ذاته أنه بالإضافة إلى المساعدة المؤسساتية التي سيتم تقديمها على الخصوص عبر مؤسسة محمد الخامس للتضامن، فقد تفضل جلالة الملك نصره الله بالتكفل ومن مال جلالته الخاص بجزء كبير من المساعدة المقدمة لا سيما تلك الموجهة للرضع والأطفال الصغار. وأضاف أنه منذ اندلاع العمليات المسلحة منذ أكثر من 5 أشهر يعد المغرب أول بلد يقوم بنقل مساعدته الإنسانية عبر هذا الطريق البري غير المسبوق وإيصالها مباشرة إلى السكان المستفيدين. من جهة أخرى أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تعليماته السامية لوكالة بيت مال القدس لتقديم مساعدة غذائية لسكان هذه المدينة المقدسة والتي تشمل توزيع 2000 سلة غذائية تستفيد منها 2000 أسرة مقدسية وتقديم 1000 وجبة يوميا لفائدة الفلسطينيين بالمدينة. وتشمل المساعدة أيضا إقامة غرفة لتنسيق الطوارئ بمستشفى القدس. وخلص البلاغ إلى أن هذه العملية الإنسانية الكبرى لفائدة السكان الفلسطينيين تأتي لتأكيد الالتزام الفعلي والاهتمام الدائم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس بالقضية الفلسطينية. مشاهدينا شكرا لكم على المتابعة ورمضان كريم.